ليست بسهلة، الموازنة دائما صعبة جدا. أريد أن أقول هناك لدي حب لعلم الفلك وحب لعائلتي ولأطفالي. إن الأولاد والعائلة تؤثر بعض الشيء في هذه الاكتشافات العلمية، لكن ليس بشيء سلبي. أنا أرى دائما الأشياء كجزء إيجابي. عندما مثلا أقوم أذهب إلى هذه الاكتشافات وأتغيب شهر أو أسبوعين. من يساعدك في رعاية الأبناء أثناء غيابك؟ لا أحد، لأني هنا وحدي، العائلة كلها في المغرب وعائلة جون في على لا بروفانس في مارسيليا، وأنا وجون. إذن عندما أنا لا أكون موجودة هو الذي يعتني بالأطفال، وعندما هو لا يكون موجود أنا التي أعتني بالأطفال. عندما أغيب وأرجع إلى البيت هناك فرحة العودة، شيء جميل، الأطفال ينتظرونني، وعندما آتي أحدثهم عن الاكتشافات العلمية، عن ما شاهدت، عن هذا البشر الذي التقيت معهم، عن كثير من الأشياء، ثروات جميلة بشرية وإنسانية. يلا، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. هل لأن زوجك عالم فلك يكون الحديث في المنزل كما في العمل عن الفلك؟ أنا نعم، عندما نكون زوجين خارج العمل تكون الأشياء ربما سهلة، لكن عندما نشتغل في نفس العمل وفي نفس العلم نتحدث كثيرا على علم الفلك وكذلك على الأطفال. سأقول لك شيئا، إنها طباخة رائعة، وهي تحضر أفضل كسكس أكلته في حياتي، رائع، وهي مضيفة ودودة. إذا زرتها في المنزل تستقبلك بحرارة وتقلق على جميع التفاصيل، وهي دائما سعيدة. تم اختيارك برتبة عالمة فلك وطنية بفرنسا، وهي رتبة يحصل عليها 2 كل عام من بين أكثر من 300 مرشح. تعملين منذ ذلك الوقت في المرصد الفلكي الكوت دازور، وأيضا أستاذة محاضرة في جامعة صوفيا أنتيبوليس بنيس. نعم، لقد حصلت على وظيفة القطاع العام، وهذا كان شيء مفرح لي، لأنني أولاً كنت حصلت على هذه الوظيفة وأنا مغربية، وكنا 300 مرشح وفزت بهذه الوظيفة. في النهاية حصلت على ذلك، وهذا كان أمراً غير عادي. علي أن أقول أنني فخور بمريم، لأنه أمر صعب جدا أن تفوز بوظيفة في القطاع العام. إنه تحد كبير، وهو تحد للمرأة أكثر بالطبع، لأنه في مثل هذا النوع من الأبحاث فإن 80% هم رجال، وهناك نساء قليلة جدا، ولم يكن أبدا أمرا سهلا. والآن أدرس كذلك بكلية العلوم بنيس صوفيا أنتيبوليس، أدرس الآن العلوم الفلكية للماجستير، أدرس بعض مواضيع الفيزيائية كالميكانيكية والميكانيكية والنسبية وغير ذلك من أنواع الفيزياء. بين العالم الفلكي وبين
الطقس السيء، ليس هناك حب بالكل بينهما. عندما أنظر إلى السماء وأرى الغيوم أتذكر إيليا أبو الماضي، قال السماء كئيبة فتجهم، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. المنعطف الهام الآخر في حياتك عام 2005 عندما تم اختيارك من قبل المؤسسة العلمية المعنية بأبحاث القطب الجنوبي مؤسسة بول إيميل فيكتور لكي تكوني ضمن الفريق العامل في مشروع تنمية مستقبل القطب الجنوبي. المشروع التنمية هو أنني أشارك في برنامج دولي بين فرنسا، إيطاليا، أمريكا، أستراليا لبناء مرصد عالمي كبير هناك في القطب المتجمد، لأن تشكل حلم الفلكي الليل يدوم 6 أشهر، وهناك جودة جميلة في الصورة، وكذلك المناخ جاف قارس وبارد، إذن والهواء يابسة، إذن ليس هناك مضطربات في الصورة، والسماء صافية جدا، لكن الحرارة تتجاوز حول ناقص 60 إلى ناقص 70 أو ناقص 75، إذن يمكننا أن نرى من هنا أن لا يمكن أن توجد حياة في هذا الموقع، لذلك ليس هناك حيوان ولا نبات في هذا الموقع. والمشكل المهم كذلك هو أن المنطقة منعزلة جدا. كان هذا صعبا جدا بالطبع بالنسبة لها، لكن لي أيضا مع طفلين في سن 2 و3 أعوام، لكنها كانت سعادة غامرة لي أن يختاروا مريم، وأعتقد أنها أيضا كانت مغامرة لا تصدق بالنسبة لها. This is a small group and this small group should be able. إنه فريق صغير، وهذا الفريق الصغير عليه أن يعيش وحده بدون أي مساعدة أو تفاعل مع الخارج، وهم يعلمون جيدا أنه من شبه المستحيل الوصول إليهم وإنقاذهم إن حصل شيء خطأ معهم هناك، وهذا هو السبب لإخضاعهم لثلاثة أنواع من الفحوص: فحص الموائمة مع طبيعة العمل في القطب الجنوبي، والفحص الجسدي، والفحص النفسي. إذن بعد هذه الفحوصات والاختبارات وكل شيء، ربما الآن تبدأ الصعوبة في بداية الانطلاق في هذه الرحلة. صفي لنا كيف كانت هذه الرحلة، كيف تذهبون إلى هذا المكان شبه الأسطوري الذي يطلق عليه الدومسي، القاعدة الفرنسية الإيطالية للبحث الفلكي؟ نعم، كانت أجمل رحلات في حياتي علمية وإنسانية. ذهبت من نيس إلى باريس إلى هونغ كونغ بالصين إلى أستراليا إلى سيدني إلى أوبارت، ميناء في جنوب أستراليا. ومن هنا بدأت الصعوبات، لأن كل لحظة كانت صعوبة كانت مشكلة في كل لحظة.